السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب هنحول بعض العملات على المحفظة اللي احنا عملنا لها شرحين قبل كده. محفظة يا شباب ممتازة جدا، بتقدر تحول منها من أي عملة لعملة تانية. يعني لو أنت محتاج بيتكوين مثلا، ممكن تحط دولار وتحوله البيتكوين وتسحبه، او اي عملة تانية من اي عملة لاي عملة. يا شباب دي ميزة ممتازة جدا في المحفظة ديت، زائد انها بتديك ارباح على اي ايداع تعمله في المحفظة. ده شكل المحفظة يا شباب من الخارج، دي كلها معلومات ممكن تقدروا تترجموا وتقروا الحاجات دي. هنا بيقولك الربح في اليوم هيبقى في اليومي، يعني مثلا دي هنا المبلغ، وهنا العدد الايام، وهنا بيقولك ارباحك هتبقى قد ايه، دي آلة حاسبة. وده شكل المحفظة، ودي المحافظ اللي بتتعامل معاها يا شباب او العملات، وليهم حساب كمان على جوجل بلاي وعلى اب ستور، وفي ده الاحالات بتبقى على كذا مستوى. ودي اسئلة يا شباب واجوبة تقدروا تعرفوا منها كل حاجة انتوا عايزين تسألوا عنها تعرفوها. وهنا عندك خدمات التواصل بتاعتهم، تويتر وفيسبوك و تليجرام. طريقة تسجيل يا شباب في المحفظة، بنيجي من هنا يا شباب، بندوس هنا كده، بعد كده بنملأ البيانات اللي قدامنا، يوزر نيم، ايميل، باسورد، بننقل الارقام دي هنا، ولعل مع الشروط ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب يا شباب في المحفظة. مش فاكر اذا كانت بتبعت رسالة تفعيل على الايميل ولا لا، بس تابع. لو بعتت بعت مبعتتش يبقى خلاص. هنخش من هنا يا شباب الدخول، الاسم والباسورد، وبعد كده بننقل الارقام دي برضو. وبنعمل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب انا في حسابي 6 دولار و98 سنت، ده بالدولار. لكن لو نزلنا تحت كده هتلاقي العملات كلها متفرقة في المحفظة، يعني كل حاجة هتلاقي هنا في الليت كوين بقيمة 2 دولار و93 سنت، والاثيريوم 1 دولار و95، والبيتكوين كاش 1 دولار و25، وعندك 1 سنت من الدوكوين. تمام، تقدر تودع اي مبلغ في المحفظة وتقدر تسحب اي مبلغ من المحفظة. لو انت عايز تعمل ايداع في المحفظة بتدوس على كلمة ديبوزيت من هنا، وبتختار العملة اللي انت عايز تودع بيها او المحفظة. عندك باير وبرفكت ماني وكل الطرق للدفع. لو اخترت مثلا باير، بتيجي هنا بعد كده بتعمل ايداع، بيحولك على طول على المحفظه وتعمل الايداع اللي انت عايزه عن طريق المحفظه. تمام، في حاجه جميله جدا هنا اكستشينج ديت، لو انت عايز تبدل هنا بقى، لو انت عندك رصيد وعايز تحوله. يعني مثلا انا عندي، هخش هنا احول، عندي مثلا عمله الليت كوين ايه، هحولها لدولار. تمام، هنا مختار الدولار اهو، وادي عمله الليت كوين. هدوس هنا كده بس، ده هنا رصيدي بالدولار يا شباب، وده هنا رصيدي بالليت كوين. هدوس هنا كده حول لي بقى عندي 4 دولار يا شباب اهو زي ما انتم شايفين، وصفر الحساب في الايه في الليت كوين. هنيجي ناخد عملة الاثيريوم اهو يا شباب، هجوز هنا برضو بقى 5 دولار و97 سنت زي ما انتم شايفين. محفظة ممتازة جدا يا شباب. عندي في الدوك كوين بواحد سنت، تلاتة هم يعملوا 1 سنت، هنشوف هيقبل. قبل يا شباب. تمام، هنشوف ايه تاني عندنا. بيتكوين كاش، عندنا برضو مبلغ في البيتكوين كاش اهو، هنحوله. هنا بيقول لك قد ايه المبلغ، هيعمل قد ايه ده المبلغ، وهنا هيعمل قد ايه، 1 دولار و28 سنت اهو يا شباب. بقى كده عندي 6 دولار و97 سنت. هنرجع تاني للصفحة الحساب، هننزل تحت كده هنلاقي كل الرصيدة اتصفرت، مفيش غير حساب عندنا في الدولار. هعمل سحب يا شباب، هخش كده على الوزد روم. تمام، هحدد هنا البير، او نحدد الدولار كده، انا حددت الدولار. هحدد هنا محفظة البير، عايز دولار او روبل، انا هقول له دولار او يورو ولا ايه، هقول له دولار. هنا هتحط علوان محفظة البير، هنخش على البير من هنا يا شباب ونجيب رقم المحفظة، وهنرجع تاني نحطه هنا اهو، وهنعمل طلب سحب بالمبلغ كله. بصوا يا شباب في لحظتها المبلغ كده وصل اتشال. هخش على البير وهعمل ريفريش،
اخر حاجة عندي 27 سنت. اهو يا شباب، $6.86، $6.86 يا شباب. وكده المحفظة ممتازة جدا، اللي حابب انه يشتغل عليها يشتغل، او اللي حابب انه يبدل اي عملة انصحه انه يجرب المحفظة ديت، ما يحرش يبدل من اي حد ينصب عليه، لا يبدل من المحفظة دي، ممتازة جدا يا شباب. وفي حاجات كويسة جدا في المحفظة، يعني قلنا من هنا الصفحة الرئيسية هنا دي كل العملات اللي بتشتغل عليها المحفظة، عندك البيتكوين، اليورو، الدولار، اثيريوم، ليت كوين، بيتكوين كاش، دوك كوين، داش، اثيريوم كليز، ولا مش عارف ايه دي، يعني عندك مجموعة عملات كويسة جدا يا شباب. دي حاجة. الحاجة التانية انك انت تعمل ايداع وتعمل سحب، سهل جدا. الحاجة التالتة انك انت تبدل العملات، ودي حاجة ممتازة جدا اللي انا شايفها في المحفظة ديت، تبديل العملات يا شباب. بعد كده عندنا في كمان ايه، المكافآت، بس مش عارف المكافآت شغالة ولا لأ. بتيجي من هنا، عندك رابط الإحالة من هنا اهو، عندك المكافآت، بيدي مكافآت بس مش عارف المكافآت، انا حاليا كل ما بعت له حاجة بيرفض، مش عارف ليه، ما خدتش غير 10 سنت بس على منشور، بيقبل الفيديوهات والمنشورات بس متهيألي دلوقتي حاليا، كان الأول بيدي كتير بس دلوقتي مش عارف شغال ولا لأ. وهنا الدعم يا شباب لو عايز تكلم الدعم. بس يا شباب دي كانت كل حاجة عن المحفظة، وبكده أكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.